اسمي عبد المجيد عبد الهادي سعد راغب الطحاوي، مقيم في قرية 3 بحر البغير. حاصل على الإعدادية سنة 63 واتطوعت سنة 64 في القوات المسلحة، وحضرت حرب وحضرت النكسة 67، وحضرت حرب الشنزاف، وحضرت حرب 73، واستمريت في القوات المسلحة حتى رتبة الرائد شرف، وطلعت معاش من 20 سنة، وما زالت الذاكرة بتاعتي في الجيش. وبعدين المجتمع اللي احنا قاعدين فيه هنا، فيه ناس، بعض من الناس يعني ما يعرفوش بطولات القوات المسلحة او عملوا ايه او كده، فقررت ان انا اعمل المعرض ده، والناس بتيجي عندي اعرفهم دول قادة الجيش ودول الابطال اللي عملوا بطولات جزء منهم يعني، ودول استشهدوا وكده يعني. طيب يعني في البدايه كده الفكره جت لحضرتك منين ان انت تحول جزء من المنزل عند حضرتك لمتحف؟ ده من سنتين ثلاثه، من ثلاث سنين ما كنتش بقدر استغنى عنه. انا بروح السويس كل يوم 24 اكتوبر، لان انا اتحاصرت في السويس في حرب 73، كنت ضمن المحاصرين، وما زال في ذهني ان الجيش وزمايلي اللي كانوا موجودين والقادة والكلام ده، انا كنت اعرفهم من زمان وحافظ اسمائهم وكده يعني. تمام. طيب يعني اهل المركز هنا واهل البلد هنا شافوا الموضوع ازاي ان حضرتك حولت المكان لمتحف؟ حولت المكان لمتحف لانه معظمهم ما كانوش يعرفوا حاجه عن حرب اكتوبر او مين قادة حرب اكتوبر، فحطيت قادة حرب اكتوبر كده في اليافطه في البراويز، وكتبت عليهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دول اللي خططوا ودول اللي نفذوا، دول حرب اكتوبر. والفريق اول عبد المنعم رياض ده كان الغرب او الروس بيسموه الجنرال الذهبي، وده كان رئيس هيئه اركان حرب القوات المسلحه، واستشهد يوم 9 مارس 69، وكان رمز للتضحيه والفداء. واللي جنب منه صوره المشير ابو غزاله اللي دوخ امريكا وعمل حكايه الكربون الاسود، واللي جنبه دول اللي هو اسمه الاولاني ده اسمه ايه، خيرت يا ابراهيم، احمد حسام، ده احد ابطال عمليه الكربون الاسود، والبطل عبد القادر حلمي ده بطل عمليه الكربون الاسود، وطبعا ده منع النشر فيها ايام حسني مبارك، وامريكا طلبت باقاله المشير ابو غزاله من القوات المسلحه، فرفض لانهم كانوا حاجين 4 من الضباط اللي كانوا بيشتغلوا معاه، فرفض انه هو يستقيل طالما الاربعه دول عند امريكا، عايزين يستقيل الاربعه دول يجوا، وايدوا الناس دي. عبد القادر حلمي ده امريكا حكمت عليه بالسجن من الحياه، وخدوا الاسره بتاعته بالكامل حطوهم في دار رعايه. ايام ثوره 15 يناير دي، ايام ثوره يناير اللي فاتت دي، المخابرات الحربيه مسكت مجموعه من الامريكان دخلوا بدون اذن، كان منهم واحد مهم ابن وزير، فطلبوا المشير طنطاوي انه يفرج عنهم، قال لهم ده في مقابل عبد القادر حلمي، جيبوا لي عبد القادر حلمي افرج عن الناس دي. تمام. طيب وباقي الشخصيات بقى؟ وباقي الشخصيات ده هو المشير احمد اسماعيل علي، ده القائد العام للقوات المسلحه في حرب اكتوبر، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس هيئه اركان حرب القوات المسلحه،
والمشير محمد عبد الغني جمصي ده كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وهو اللي وضع خطة العبور، وهو اللي وضع خطة عبور القوات المسلحة، هتعبر الساعة 2 ويكون الشمس في ظهره كده يعني يوم عيد الغفران، والمد والجزر في القناة ده كان هو اللي عمله. وبعدين المشير محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، والمشير فؤاد أبو زكري قائد القوات البحرية، والرئيس حسني مبارك كان قائد القوات الجوية، دول قادة الأسلحة. دول حضرتك لميتهم كلهم وحطيتهم في مكان واحد؟ لميتهم وحطيتهم في مكان واحد. تمام. زي ما سيادتك شايف كده. وده الجزء الثاني بقى، الحيطه الثانيه. الحيطه الثانيه دي صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيلقي البيان يوم 3/7، منحة القدر لشعب مصر العظيم صاحب نهضة مصر الثانية، قضى على الخونة المتأسلمين خوارج العصر. نعم. جنبه أحد أبناء مصر المخلصين، المستشار عدلي منصور تحمل مسؤولية الوطن في أصعب الظروف. جنبه المشير محمد حسين طنطاوي أحد أبناء مصر المخلصين، جنب الله الوطن حرب أهلية على يد هذا الزعيم. جنبه بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات اللي قتلوه الخونة المتأسلمين يوم عيده. وبعدين صورة جمال عبد الناصر تاني رئيس لمصر، وصورة محمد نجيب أول رئيس لمصر. وبعدين دول بعض بطولات، مش كل بطولات المصريين دول، نقطة من المحيط يعني. اللواء باقي يوسف صاحب فكرة تدمير خط بارليف بخراطيم المية. نعم. واللواء اللي جنبه ده مين ده؟ اسمه نبيل عزت، قائد سرب حماية السد العالي في أثناء حرب 73، دمر 24 طيارة إسرائيلية من اللي كانوا جايين يهدوا السد العالي في حرب 73. اللي جنبه العميد حسن أبو سعدة أثر على الصافية جوري. اللي جنبه مين ده؟ محمد حسن ده رفض إهانة العلم المصري، وقتل كذا واحد إسرائيلي في أتوبيس في مقابل أنهم مسكوا العلم المصري ودسوا عليه، وحكمت عليه إسرائيل بالإعدام وإيجاب من إسرائيل في تبادل أسرى أو حاجة زي كده. اللي جنبهم دول أبطال مجموعة إغراق المدمرة إيلات، واللي جنبهم التانيين دول مجموعة تدمير ميناء إيلات وتدمير المدمرتين، وكان معاهم جندي اسمه حمد البرقوقي صورته هنا، كان استشهد هناك وجابوه معاهم جثة، ما سابوش هناك يعني. وبعدين عبد العاطي صائد الدبابات من قرية من القمح، وبعدين محمد أفندي ابن الشرحية مركز فاجوس، ده أول من رفع العلم المصري في الضفة الشرقية. وبعدين الشيخ حسن خلف ده اتحكم عليه في إسرائيل ب 140 سنة سجن، لأنه كان بيتعاون مع الجيش المصري في أثناء الاحتلال، فإسرائيل حكمت عليه بمجموعة أحكام كده تجاوزت ال 140 سنة وأفرج عنه في صفقة الأسرة. وبعدين الشيخ سالم الهرش ده كان أحبط مخطط موسى ديان سنة 68 لما عمل مؤتمر صحفي عالمي وجابه، لأن ده كان أكبر واحد في المنطقة هناك في سيناء، فقال له أنت في المؤتمر هتطلب مني ضم سيناء لإسرائيل، فراح بلغ المخابرات الحربية بهذا الكلام، فقالوا له ان سينا دي مصرية وستظل مصرية، ويسأل في ذلك الرئيس جمال عبد الناصر.
ففي وسط المؤتمر وموسى ديان بيقدمه بناء عن رغبة أهالي سيناء. الشيخ سالم هيطلب مني ضم سيناء لإسرائيل. فالشيخ سالم وقف وقال له سيناء مصرية وستظل مصرية، ويسأل في ذلك جمال عبد الناصر. وسابوه طلع على إنهم هيجيبوه، كان المخابرات الحربية بره واخداه وجابته عن طريق الأردن. وجنبه ده الصلب محمد، اسمه محمد أحمد محمد إدريس، ده صاحب الشفرة النوبية، لأنه ما فيش حد كان يعرفها إلا أهل النوبة وحيارة إسرائيل. ده كان في 73، ومجموعة الشهداء دول أقدر أقول لك عليهم. إحنا صورناهم يعني اللي حضرتك عليهم، مجموعة شهداء من بقى الـ 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 القوات المسلحة في الفترة أو حربها على دول اللي بتوع يعني الأولاني اسمه، تعال هنا يا محمد، الشهيد محمد الرفاعي ده في 73، ده بطل الصاعقة. اللي جنب منه محمد المنسي، ده شهيد الإرهاب، أحمد المنسي. اللي جنبه قائد اللواء 136 مشاة في حرب، برضه في حرب الإرهاب. طب انا عايز بس اسال حضرتك، حضرتك جايب شهداء من 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 اول الشهيد ابراهيم الرفاعي لغايه ما احنا قاعدين دلوقتي، شهداء من دول بلدياتنا، الشهداء دول يعني اهل البلد والقرى اللي حوالينا. حبيت حضرتك تكرمهم، حبيت اكرمهم. اهليهم ما يعرفوش ان انا جبت، انا جبت الصور من على الحيطان، اهليهم ما يعرفوش، بس انا حبيت اكرمهم يعني. طب اصرار حضرتك بقى على ده، وان انت تعرف الـ 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 يعني النشء الصغير ان مصر هتفضل تضحي وتضحي بتدافع عن الارض. ده واحد سالني سؤال هنا، احنا هنضرب اثيوبيا امتى عشان ميه النيل؟ ما لازم نحارب. قلت له القياده السياسيه سنه 73 ما فرطتش في ذره رمله من سيناء. القياده السياسيه حاليا مش هتفرط في كوبايه ميه من ميه النيل بتاعتنا. فان تكون مطمئن، دي حاجه تخص القياده السياسيه وعارفين الكلام ده. يعني مش حكايه حرب، ما احنا ممكن نحارب وممكن نحتل الشد وممكن نديره، بس في قياده سياسيه هي اللي مسؤوله عن الكلام ده. تمام. طيب يعني الناس لما بتيجي هنا وبتزور المكان بتقول لحضرتك ايه؟ والله فيهم ناس مثقفين ويعرفوا الكلام ده وبيشكروني، بيقولوا لي والله انت كتر خيرك هتعرف الاجيال. يعني واحد منهم بيقول لي الكلام ده مش في الكتب المدرسيه. واحد منهم بيقول لي الكلام ده مش في الكتب المدرسية، والجيل اللي نشأ ده ما يعرفش مين قادة أكتوبر ومين قادة الأسلحة ومين اللي عمله. أنت بتعرف الناس كده يعني كده. طيب يعني أحسن التعليقات اللي أنت سمعتها بالتعليق على المتحف اللي حضرتك عامله في البيت، الناس اللي جت وزارت المكان، وأحسن حاجة حضرتك سمعتها؟ الناس ما كانوش منتظرين ان انا بعمل متحف. الناس كانوا دي هواية يعني. واحد شافهم قال لي انا والله لا اعمل زيك، لا اروح اصور واجيب الصور واحطها زيك كده. يعني بدأ الموضوع يمشي ما بين الأهالي والناس، والناس بتيجي تشوف يعني. ما زال انه في ناس بتيجي تسأل ويقولوا احنا سمعنا انك انت بتصور الشهداء وبتاع وكده، وبيشوفوا الكلام ده يعني. طيب يعني حضرتك البيت هنا، هل انت مثلا في اوقات معينة من اليوم ولا في اي وقت لا ممكن يجي يزور؟ دي دار ضيافة. نعم. يعني البيت ورا كده ودي دار الضيافة. أنا بتواجد فيها من تقريبا كده من 5 الصبح لحد 8 بالليل وأنا قاعد هنا. وبيجي لي ناس، يعني في بعض المشاكل الناس بتيجي تحل مشاكلها ولا مع بعض ولا بتاع، وبيتفرجوا وبيشوفوا المناظر دي وبيشوفوا الصور دي. طيب احساس حضرتك ايه بقى لما بتلاقي طفل صغير وحضرتك بتقول له على المعلومات دي وبتعرفه تاريخ اجداده؟ بعرفه الكلام ده وبيسالوني.
وانا عندي اثنين من احفادي، واحد منهم داخل ثانويه السنه الجايه والثاني السنه اللي بعده، مأهلهم على انهم ان شاء الله بمشيئه ربنا ادخلهم كليات عسكريه. ومعرفهم نظام الجيش، ومعرفهم انهم ازاي يصحى بدري وازاي يشتغل وكده يعني. طيب عايزين بقى رساله من حضرتك للشباب خلال اليومين دول، نقول لهم ايه؟ نقول لهم حافظوا على البلد وحافظوا على مصر، احنا تعبنا وسلمناها لكم، وانتوا الجيل اللي هيستمر وهيحارب والجيل اللي هيحافظ على البلد. انا بطلب من سياده الفريق محمد فريد رئيس هيئه الحرب والقوات المسلحه، انا ما حصلتش على كارنيه المحاربين القدماء حتى الان، وعايز يصدق لي على انني اشترك في جمعيه المحاربين القدماء علشان اطلع ادي فريضه او احمل كارنيه. يعني انا القدر حرمني من نعمه الاستشهاد، فما يحرمونيش من انني احمل كارنيه جمعيه المحاربين القدماء. وانا طالع من 20، يعني انا خدمت 38 سنه وثلاث اشهر وخمس ايام خدمه حسنه صافي في القوات المسلحه، وبدات من عريف وانتهيت برائد، وكنت ماسك عمل اداري، وطلعت معاش من 20 سنه، وما زلت يعني الذاكره في دماغي انني اعمل المتحف ده.